يا هلا وسهلا يا سلمان. الله يبقيك ابو فيصل. الله يصح لسانك. صح بدنك. ويبيض وجهك. وجهك ابيض. قصيدة طيبة بالحيل، وانا اعتقد انك استعجلت في القصيدة هذه، لو ركزت شوي لكان افضل من على العموم. بيض الله وجهك. عندك بيت اللي هنا تقول من الخيال يحط مكة. بقرطاج يعوج فكر وامحق خيال وطريقة. ايه. مكة الله يشرفها، من الواجب أن يكون لها مكان ومكانة في كل قلب مسلم يشهد لا إله الله محمدا رسول الله. والأماكن المقدسة يجب أن تحفظ قدسيتها حتى في الخيال. فبيض الله وجهك وصح الله لسانك. وأنا البيت هذا تمنيت أنك استغنيت عنها، لأن الأماكن المقدسة ودك حتى في الخيال ما تحطها إلا في مكانها المناسب. أنا أتكلم الله يطول عمرك في الخيال. أنا أدري أفهم داري أنك تقصد الخيال، ولا بس ولا مكة مقدسة ومشرفة. أي أنا أقول الأماكن المقدسة المفترض أنها ما تغير عن مكانها وما تحطها في مكان إلا مكان اللي وضعها الله سبحانه وتعالى فيه، حتى في الخيال تكون في مكانها المناسب. على العموم بيض الله وجهك وصح الله لسانك. وجهك أبيض الله طول عمرك. شكرا للشاعر مرهب، والآن مع تقييم الأستاذ معتق العياضي. مرحبا يا سلمان. الله يبقيك. صح الله لسانك. صح بدنك. صيده جزله. طول عمرك. ولا هي غريبه هالجزاله. طول عمرك. ما عندي ملاحظه الا اللي يقول من كثر ما عينت بالوقت حلاج لين انطمس يصاح وجه الحقيقه. اي بس النداء ويصاح، هذه لو استبدلتها باي كلمه، باي كلمه بدال يصاح. أما الباقي قصيدة جزلة وبيض الله وجهك وصح لسانك. صح بدك. شكرا للأستاذ معتق العياضي، والآن مع التقييم مع الأستاذ فالح. مرحبا سلمان. مقاك الله أبو زياد. الله يصح لسانك. صح بدك. وقصيدك طيبة، حضورك طيب مع الملاحظات اللي ما تؤثر على مستوى القصيدة. طول عمرك. حتى لو أن قلنا فيها ملاحظة، لو قال مرهة فيها ملاحظة، لو قال معتق فيها ملاحظة، ترى ما معناته أن القصيدة سيئة. احنا ما جينا نستفيد منكم. الله يطول عمرك. يا طول العمر احنا مفروض علينا ان نبين بعض مواضع الجمال وبعض مواضع اللي اقل جمال، ما قال القبح قصيدك تكرم، معنى القبح وانت تكرم، هذا واحد. ولكن هذا مفروض علينا ان نبين بعض الاشياء، ولهم معناه ان انت بشاعر. لا والله شاعر، ولا جيت هنا الا شاعر، وجميع ال 48 اللي تاهلوا معنا كلهم شعار، وحنا نتشرف ان نقيم قصايدهم. ولو نطلع برا البرنامج ممكن ارسل لك قصيده واقول ايش رايك فيها يا سلمان، لاني اثق في شعرك واثق في ذوقك. اول شيء يقول صوت النشاز اللي ما عنده وثيقه. انا بس ما ادري وش العلاقه بين النشاز وبين ما عنده وثيقه. يعني ما عنده شيء، يعني قصدي اللهم صل على محمد، اللي ما عنده وثيقه. ما عنده وثيقه كيف؟ صوت النشاز اللي ما عنده وثيقه، وش الوثيقه هذه اللي تخلي اللي مرتبطه بالصوت؟ يعني ما عنده شهاده ولا عنده طال عمرك اللهم صل على محمد. صل على محمد. صوت النشاز اللي هو الصوت اللي إيه انا فاهم فكرتك، انا فاهم فكرتك، بس التركيب على ملاحظه حاجه بسيطه. والقصيده طال عمرك انت توجهت فيها، انتقدت بعض السلوك ومثلت دور الوصي على الناس، وهذا يعمل كذا ومكياج وما من الامور هذه. تراك تقدر تستغني عنها برمزيه بسيطه، تستغني عنها بتلميح، تستغني عنها وتعتمد طال عمرك على التركيب وعلى جزاله الابيات. فيه شيء افضل من اللي قدمته، مع ان قصيدك هذه ترى قصيدك والله قصيده طيبه وقصيده شاعر، وانا ما قلت الكلام هذا الا نطمع ان يجي منك افضل باذن وانت الله. شاعر حقيقي، وبيض الله وجهك وصح لسانك، ولا تاخذنا على النقاش معك، لان ناقشك احنا من ناقشك ترى نستفيد احنا. ممكن تعطينا معلومه، تعطينا شيء غايب عن ذهننا، تعطينا شيء. الانسان ما هو مبرمج، ما هو بكمبيوتر، يمكن يفوتك شيء. الله يصح لسانك وبيض وجهك. شكرا للاستاذ فالح، شكرا لاعضاء لجنه التحكيم، شكرا للشاعر سلمان الرشيد، ويعطيك العافيه وفالك التوفيق.